أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. المرسلة هاء عين ألف حاء من حفر الباطن بعثت عددا من الأسئلة في رسالتها، تقول في أول أسئلتها: إذا جلست في مجلس فقامت بعضهن بالتحدث مع الأخرى على ثالثة، أي عن ثالثة، بإثم كغيبة أو نميمة وأنا أسمعها، هل أنا مشتركة في هذا الإثم؟ وهل قمت معهن بالنميمة أو الغيبة؟ نعم، إذا علمت أن مناجات هاتين المرأتين بالغيبة والنميمة إن هذا منكر، ويجب عليك النصيحة لهم وتذكيرهم بإثم الغيبة والنميمة. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. قال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. وأما في النميمة، الله جل وعلا يقول: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. والوعيد في هذا شديد، هذا منكر يجب إنكاره والنصيحة لمن ترينهن يعملن ذلك، هذا هو واجبك. أحسن الله عليك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه، يعني لا يكلم أحدكم الآخر سرا والثالث منعزل ولا يسمع، لأنه يخشى أن يظن بكما سوءا ويحزنه ذلك، وأيضا يشعر بهضم في حقه وتنقص له. الحاصل أن هذا بين هذا التناجي بين أمرين: ما يكون من التناجي المحرم المنهي عنه وإن كان في كلام مباح، والأمر الثاني أن يكون هذا غيبة أو نميمة، فالأمر أشد. نعم.